ألف مبروك لكل الجماهير الأهلاوية. رجال النادي الأهلي كالعادة بيثبتوا إن هم على قدر من المسؤولية وبيفوزوا وبيتأهلوا لسامي فاينل طبعا كأس العالم للأندية. ومعي بقى في هذه اللحظات بعض من أعضاء النادي الأهلي داخل فرع الشيخ زايد. ده طبعا ألف مبروك الفوز النهاردة. عايزين نعرف بقى رأيك في المباراة. أنا قابلت حضرتك قبل اللقاء وقلت لك إحنا هنكسب، إحنا عندنا ثقة في اللعيبة، عندنا ثقة في المدير الفني علي معلول، ملك الحلول، ملك الزغاليل، إمام عاشور. البداية بتاعته النهاردة، بداية إمام عاشور في الأهلي النهاردة، أنا بشجع الأهلي من صغري يا إمام عاشور. النهاردة قفلوا مفاتيح الفوز بكفاءة كويسة جدا جدا، ما كانش فيه خطورة حقيقية، ما كانش فيه خطورة حقيقية من الفريق المنافس. طبعا يعني فريق محترم، فريق وناس اشقاء وبلد يعني احنا وهم واحد، ولكن طبعا الخبره يعني كسبت في الاخر. واحنا بنبارك لكل الناس الموجوده في عز البرد ده، والناس والجاليه المصريه الجميله اللي كانت موجوده هناك، الف شكر ليهم. وان شاء الله نبارك باذن الله في قبل النهائي، وان شاء الله عندنا امل كبير ان احنا ناخد باذن الله البطوله ان شاء الله. والله بشكر اللعيبه كلها النهارده على المكسب، ماتش قدموا فيه كل الحلول. محمد هاني عمل ماتش جامد جدا، بشكرهم جدا على المكسب النهارده، واحب اقول لهم دايما بيفرحونا بكل مباراه، ومباراه كبيره واللعيبه كلها كانت رجاله، كلهم ادوا الاداء رائع، والف الف مبروك ليهم ولينا كلنا وفرحونا. الف الف مبروك لكل الاهلاويه في مصر والاهلاويه اللي في السعوديه اللي شرفونا، الجمهور اللي ملى الاستاد وشرف مصر وشرف الاهلاويه بتشجيع محترم وبتشجيع رائع طول ال 90 دقيقه. وماتش طبعا فوق الممتاز، اداء ممتاز من كل اللعيبه، الشناوي، محمد هاني، كل كهربا، كل الفريق النهارده ممتاز. الف الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور الاهلي في كل مكان. عايزين ماتش عمله الاهلي في الفتره اللي فاتت دي كلها، والاهلي فوق العالم كله بالقمه، رقم واحد في العالم. بس لعيبه الاهلي بتحضر في كل الماتشات المهمه والكبيره على مستوى كل المستويات، فلعيبه الاهلي رجاله وهنأدي اداء عالمي في المباراه اللي جايه باذن الله، وكل الناس هتتفرج على الاهلي بجد، الرجاله عاملين زي بروح فينا الحمراء. والحمد لله الاهلي كان عالمي النهارده، ودي عوده علي معلول، وان شاء الله هنكسب بطل لبنتادوريس، وان شاء الله دي عوده الاهلي، ده ماتش بتاع عوده الاهلي، وان شاء الله الاهلي هيرجع اقوى. احب اقول الف مبروك، وبجد لعبوا جيم حلوه قوي، وان شاء الله يعملوا حلو في السيمي فاينل. يعني طبعا يا كابتن ايمن، دي كانت لقاءاتنا من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. سامي حضرتك شايف طبعا كل الجماهير الاهلاويه فرحانه وبتحتفل، وان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي ان هم بقى هيحققوا انجاز جديد في تاريخ النادي الاهلي. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.